بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتيبة نور الشهداء التابعة للجيش السوري الحر. لقد أسرنا هؤلاء العناصر من شبيحة النظام ولحسن نصر الشيطان، ونمهل للنظام خمس ساعات إن لم يتم خلالها سحب قوات الأسد من ريف حلب الشمالي. سنسلمكم جثث كلابكم، وإن عدتم عدنا. عاش سوريا حرة أبية، والنصر لثورتنا المباركة. والآن إليكم اعتراف هذه الشبيحة بأنفسهم. أنا الشبيح علي يحيى الشاب. أنا الشبيح أحمد عبد الله حمبلاس. أنا الشبيح عبد الحميد أحمد جورك. أنا الشبيح عبد الوهاب حمدي زم. أنا الشبيح حسن محمد أحمد. أنا الشبيح عمار رجب الأشقر. أنا الشبيح محمد حسن بارود. أنا الشبيح دياب جميل غزال. أنا الشبيح محمد علي عاصم. أنا الشبيح علي حسن كريكش. أنا الشبيح محمد علي نجار. أنا الشبيح وائل عدنان زين العابدين. أنا الشبيح إبراهيم أحمد عباس. أنا الشبيح زاهر زكريا حمزي. أنا الشبيح محمد حسن جعويك. أنا الشبيح محمد يوسف شحادي. أنا الشبيح عبد الله عبد بارود.